السلام عليكم، معكم الأخت كريمة. اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير فطيرة القرع بالعجينة المبرقة. قبل ما نحتاج إلى 5 حبات كبار تاع القرع، قطعوها دي روندان وتقليوها. نحتاج إلى كمية من العجينة المبرقة، ملعقة تاع لامونتا، نحتاج كذلك ملعقتين تاع الثوم، نحتاج إلى 1/2 كاس حليب، نحتاج إلى كمية من الجبن المبشور، نحتاج إلى جبن أبيض 2 حبات بيض. بالنسبة للكرابين نحتاج شوية كركم، شوية فلفل دريس حار، شوية فلفل كحل، شوية زنجبيل. أولا واش راح نعمل؟ راح نبدأ بالعجينة، راح نبدأ بالعقدة. إذا نحط القرعة تاعي في مقلة، نضيف لها ملعقة تاع الثوم، بعد نخليها تتحمر شوية مع الثوم ونطفي عليها، يعني باش تدخلها ريحة الثوم فقط. الآن نبدأ نفتح العجينة. بسم الله، نحط شوية فرن ونفتح العجينة بهذا الشكل. شوفوا قسمتها على زوج. نفتحها بالطول على حساب المول تاعي. الآن نفرشها في المول هكذا. نحاول أنه نحافظ على القوام متاع العجينة، يعني نبدأ نقص بالأصابع فقط باش ما يخسرنا الشكل تاعها. فرشت العجينة تاعي مليح في المول. الآن راح نتقبها بالشوكة على هذه الطريقة، حتى نطرف من جنب، يعني نتقبشها شوية، وراح نفرش المحتوى تاع القرعة. الآن راح نخلط المجموعة المتبقية اللي قلت لكم عليها، المكونات. ندير ملعقة تاع الخردل، التوابل مع الملح، نضيف كمية تاع الحليب اللي قلت لكم، 1/2 فنجان تاع الحليب، تاع البيض، نضيف كذلك كمية لاباس بها تاع الجبن الأبيض. حوالي 80 غرام. من بعد نخلط مليح المكونات، ثم نفرغ فوق القرعة قوة تقريبا يجي كيما الكيش.
ولكن فضلت اني نسميها فطيره لانه على بالي بلي معظم الاخوات يبداو تعليقات يعني يقولوا لك جامي شفنا كيش بالقرعه ريتو دونك سميتها اللي تحب تسميها كيش باسكو هي الطريقه تاعها نفس طريقه تاع الكيش وإلا حبيتو سموها الفطيره وزع مليح هذاك الباب مع الجبن كما راكم تلاحظوا هنا دار لي طبقه تاع الجبن جبنينه ما شاء الله الان نضيفوا الجبنه المنبشور نديرو كمية لاباس بها و ندخلها الفرن 170 درجة مدة الطهي تاعها تقريبا 45 دقيقة كي نشوفو انو الفاكهة بدا دخلها طياب مليح نشعلها من الفوق باش تحمر تلقاو كيما بعض. كيما راكو تشوفو هنا فطيرة تاع القرعة راهي واجدة. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. إلا عجبتكم الوصفة ما عليكم غير تبارطاجيو الفيديو تشاركوا به الأصدقاء تاعكم. نتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوش ديروا جملة فيديو. سلام.